أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا طالبات الكريمات، حياكن الله. اليوم إحنا معانا الدرس 17، آداب المجالس. آداب المجالس، درس سهل وميسر وجميل جدا. طيب، بقول ما هي طبيعة الإنسان بما أنه نتكلم عن المجالس. طيب، الإنسان هو اللي بيجي في هذا المجلس. الإنسان كائن اجتماعي. لا، هذا اللون ما حبيته، اسمعوا لي، خذي هذا الأخضر. كائن اجتماعي يستأنس بالناس ويحتاج لتبادل المنافع معهم. حلو. ولا يستغني عنهم فيلجأ إلى مخالطتهم والجلوس معهم في مجالسهم العامة والخاصة. فعلا الإنسان بحاجة. بكرة يا بابا أنت هي قاعدة في البيت، بكرة بتروح بتجلس بخارج امتحان الوزارة، بتقعد في المدرسة، برجع الدوام إن شاء الله على المدارس، بتروح على الجامعة في مجالس في الجامعة، بتيجي الدكتورة في الجامعة تقول لك إذا سمحتي يا فلانة الحقيني على المكتب بدي أحكي معك بشغلة. بتروح تقعدي في المكتب عندها، كيف بتقعدي عندها؟ حط جريكي فوق مكتبها؟ عيب. حط جريكي قاعدة قدامي؟ عيب. تقعد بأدب، تقعد باحترام، تقعد بأخلاق. تمام؟ أهمية المجالس وأنواعها. أول شيء تعريفها يا بابا، هي لقاءات يجتمع فيها الناس لتحقيق أهداف معينة. أول ما أشوف كلمة لقاءات بروح وين؟ على تعريف المجالس. طيب، إذا لقاءات يجتمع فيها الناس كالتشاور حول أمر، تأدية واجب اجتماعي، تروح تزوروا ناس، تزور دار عمك قام بالسلامة، إجا خارج من السفر، مش عشان يعطيك هدية، تمام، وكل ما تسافر تروح يرجع تجيك هدية، خلص. أو زيادة معرفة واطلاع، يعني شغل معرفة، علم، مجلس علم. طيب، خصوصا لما كنا نجلس مثلا حتى انه نسمع كلام الدين وكلام الايمان ونفهم ونكتب ونستوعب ونسال. صله رحم، تفقد حال الاقارب والاصدقاء وغير ذلك. طيب، تعالوا نشوف الان. انا همني جدا قضيه ايش؟ تعريف المجالس. نيجي الى انواع المجالس وصورها. ان مجالس اجتماعية والمجالس العلمية ومجالس العمل. اجتماعية، علمية، والعمل. الاجتماعية كالجلسات الأسرية، شيء بتعلق بالأسرة. طيب، الدواوين ومناسبات الافراح والاحزاب. الدواوين شو يعني استاذ؟ يعني لما احنا رجال نروح نقعد بالديوان عند فلان، نروح نبارك لهم في عندهم حفله كتب كتاب، وكتب كتاب حيكون في ديوان كذا، نروح. او الاحزان، بيت الاجل بيكون في الديوان احيانا، صالات افراح في بيوت مثلا. الأحزان بيفتحوا بيت فلان لبيت الأجر. طب المجالس العلمية دكتور، المجالس العلمية، اللقاءات العلمية التعليمية. بلقيكم بعيد قبل ما يعطيني القلم. اللقاءات العلمية، مدارس، جامعات، حلقات علم، هذول كلها شو؟ مجالس علمية. طيب، لما أتكلم عن مجالس العمل في المؤسسات والشركات
وقد حث الإسلام على مجموعة من الآداب التي تراعى في مثل هذه المجالس الاجتماعية أو العلمية أو مجالس العمل حتى يتحقق الهدف المرجو منها على أحسن وجه. تعالوا نشوف هاي الآداب اللي رح يجينا والله أعلم منها في امتحان الوزارة، بس أنا بيهمني جدا أني أعرف هاي المجالس ممكن يجيب لي مثلا مناسبات الأفراح والأحزان، هاي ضمن العمل صح ولا غلط؟ غلط. المدارس تعتبر مجالس اجتماعية، غلط، مجالس علمية. طيب تعالوا نشوف يا بناتي اللي هو آداب المجالس. إن أول شيء اختيار المكان المناسب للمجلس، اختيار المكان المناسب للمجلس، تمام؟ واحد بده يخطب بنت، بزبطش اني اروح ألقي مع ابوها واجيب له جاهه معي وين؟ والله هو قاعد بالمستشفى قاعد براجع عشان فحص السكري وفحص، ما بينفعش بالمستشفى. بدي اختيار مكان مناسب، بزبطش اني اخذ طالباتي عندي درس مهم جدا 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 بالرياضيات او بالفيزياء واعطيهم درس بالساحه. بينفعش. الاستئذان، الاستئذان اللي بيرفع من قيمتك يا بابا وما بيقلل من قيمتك. التسليم والجلوس في المكان المناسب، التسليم، السلام عليكم، مش هاي وباي وفاي وواي، لا. مراعاة أدب الحوار والحديث في المجلس، أدب الحوار كله أتكلم عنه، وختم المجلس بالدعاء اللي بدنا نحفظه مع بعضنا إن شاء الله تعالى. أول شيء اختيار المكان المناسب. اختيار المكان المناسب، يحرص الإنسان على المكان المناسب لعقد جلسته بحيث لا يتسبب في إيذاء الآخرين. اختيار المكان المناسب، يحرص على المكان المناسب، اختار مكان مناسب، ما أؤذي الناس، فيحذر من الجلوس في الطرقات، رح نشوف في النقطة ذا، لأي سبب كان سواء للتعزية أو أفرح بعض الناس بيجبهم مش يعملوا الحفلة أو العرس أو بيت الأجر العزاء إلا بنص الشارع. ليش بنص الشارع يا ناس؟ ليش؟ طب إحنا من المر من الروح يا عم إحنا عندنا بيت أجر وإحنا ناس فاقدين وإحنا ناس حزنان. يا عم إذا أنتم فاقدين وحزنانين الله يرحموا ميتكم، إحنا مش ضد ميتكم ولا ضد أنكم تعملوا بيت أجر، بس مش بالشارع. شوف لك ساحة، استأجر ديوان وقعد فيه واستقبل فيه ناسك. يا عم الله يرضى عليك، في شارع تطلع من فوق من هناك، تطلع من اول يمين الثاني شمال، تدفع تنزل تروح كذا كذا، وبلف فوق راس الرجاء الصالح استاذي عشان يوصلك على المكان اللي انت ضايل بينك وبينه 30 متر. هذا عيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس في الطرقات، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات حتى لا يقع النظر على عورات الناس او يعيق الطريق عليهم. الان بتلاقي بعض الشباب جالسين في الشوارع، في منهم شباب محترمين بغض البصر، يحفظ حق الطريق اللي راح اتكلم عنه، يحفظ حق الطريق، ولكن في بعض الشباب يكونوا قاعدين في الشوارع عشان يشوفوا عورات الناس. النبي نهى عن الجلوس في الشوارع عشان ما تقع عيوننا على عورات الناس، هذولا بدوروا عليها دواره. إيه فلان صرخ مرته، فلان البنت مرت، هذا الشاب صار مارق مرتين ثلاثة، مش عارف شو، أبصر وين رايحة، طالع لحالها، يب شو لك في الناس؟ شو لك في العالم؟ ده صار الموضة هالأيام كمان بنات اللي يقعدوا بالشارع ويحكوا على الشباب الرايحين والجايين وعلى البنات الرايحات والجايات، تحت إيش؟ تحت والله إيه بدي أمشي الكلب اللي إلي، والله هو اللي طالع يمشيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا صحابة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابة لأحسن ناس بعد الأنبياء، قال لهم لا تجلسوا في الطرقات.
قالوا له يا رسول الله ما لنا بد، يعني ما الناس مكان ثاني، هي مجالسنا نتحدث فيها مع الناس بيوتنا صغيرة، بيوتنا عبارة عن غرفة وحمام كلها هيك كانت، حتى الحمام كان يكون برا البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس، يعني إذا ما فيش مجال إلا تجلسوا في الشوارع، فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ تعالوا نتعلم يا بنات. قال أول شيء غض البصر، بدنا نحفظ، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سهلة، غض البصر، غض بصر، طلع يمين بشمال سواء شب ولا بنت، خلاص احفظ للناس كرامتها، كف الأذى، تعمليش مشاكل، ولا انت تطلع علي من طرف عينك، ولا والله بحط اصبع عينك وطلعه من العين الثانية وكذا. اعوذ بالله، شو الفقاحة هاي؟ بالاسلوب الحديث، ولا في ادب، ولا في احترام، ولا اي شيء، تمام؟ بتطلع علي قاعد، يا شيخ خليه يطلع علي، شو بدك فيه انت؟ طب واذا صار يطلع علي انا استاذ كابينت، انت مضبي في دارك. حاضر. رد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مش طيب، حاضر بعدين برد، بس ابغى رد السلام. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي لمن يحضر المجلس الحرص على ان يجلس جلسه لائقه. هون الجلوس بالطريقه، الجلوس طريقه مؤدبه كطالب العلم امام معلمه، تمام؟ جلسه او جلسه يحفظ فيها هيبه العلم والعلماء، وقد جلسة الابن أمام والديه جلسة تحفظ لهما التوقير والاحترام. الابن أمام أمه وأبوه بيجلس بأدب واحترام، المفروض تقعدي بأدبك واحترامك، مش إجر على إجر قدام أبوك وأمك، هذا إجر على إجر بغرفتك، تقعدي بأدبك واحترامك، صوتك ما يطلعش. طيب أمك حكيت كلمة، حاضر يما، أبوك حكي كلمة من عيوني يابا، كلام الحلو مفاتيح للقلوب. الاستئذان من آداب المجالس، الاستئذان، وضح مواضع الاستئذان في المجلس. حاضر، تعالوا شوفوا، أن يحافظ المسلم، شوفوا الاستئذان، يحافظ المسلم على خصوصيات الناس، فلا يدخل مجلس فجأة حتى لا يتطفل على أهل المجلس. عاد إحنا والله يا أستاذ نحب نفوت فجأة عشان نعرف شو كانوا يأكل، عشان نكتشف شو كانوا يأكل. طب ما في داعي، ما في داعي، يعني الفضول الزائد هذا يخالف أوامر الدين بالطريقة هاي. اطرق الباب، استأذني ألا يخرج حتى يستأذن. تخيلي تروح عند ناس ضيف عندهم وقول لك يلا ثواني استنى خليني بس نروح نجيب لك فنجان قهوه كاسه شاي صحن حلو. طيب بعدين تفطر وهو راح يجيبها او صحتك راح تجيب الضيافه، تذكرتي انه يي انا لازم اطلع وكذا في عندي موعد، حملت حالك وضليتك طالعه. الجماعه اللي انت عندهم بفوتوا على غرفه الضيوف، والله اهلا وسهلا شرفتينا، يا وين راحت هاي؟ فلانه فلانه اكيد بالحمام، اكيد بالحمام، لان انا بتذكر كانت تغيب الحصص تطلع في كل حصه تروح الحمام عادي. اكيد بالحمام، دورت ايه ضو الحمام مطفي. فلانه فلانه ايه فيش حدا، وين رنوا عليها ليكون حدا فات خطفها. الو حبيبة قلبي والله كنت قاعد ومستنى، بس انا لانه اجاني تليفون مهم لك. طب احكي لي بدك تطلعي هيك. لذلك يا بابا من اداب المجلس اذا بدك تطلعي تستأذني، اذا بدك تتكلم في المجلس وفي مجموعه من الاشخاص الجالسين، اول شيء لا تقاطعي المتحدث، استأذني قبل حديثك. جالسة في الصف في القاعة في الجامعة إن شاء الله، دكتور بيتكلم،
قاطعهوش وكوني أديبة جدا في الحديث. خليه ينهي وارفع إيدك تمام واسأل. وذلك كما يستأذن الطالب معنا أحيانا. أنا عم بشرح بلاقي بعض الطالبات بترفع إيديها بدها تسأل، أحيانا بأشر لها بإيدي يعني نزل إيدي خليني بس أخلص الفقرة اللي بين إيدي لأني ما بقدر أني أقطعها لأنه فيها أفكار متسلسلة. بس أخلص بقولها مين عندها سؤال، مين عنده أي استفسار، أنا حاضر وعيوني لكم تمام. هيك أنت يا بابا نفس الشيء. وكنت ألاحظ أحيانا بعض الطلاب من ذكور الرأينات لا عندهم قضية إنه يقطع عليك الحديث. بس الدكتور بس هون أنا هاي مش فاهمها، بس هاي كيف إجت هون كذا وهاي كيف. طب يابا خليني أخلص الفقرة واسأل، واسأل بطريقة مؤدبة. يستأذن الطالب معلمه إذا أراد أن يناقش موضوع ما أو يستوضح عن أمر غامض لم يفهمه. الاستئذان شماله، شوف الأثر اللي بيرجع على الإنسان، يعطي المشارك احتراما وتقديرا بين المشاركين. فعلا البنت اللي بتستأذن تسأل، أستاذ ممكن أسألك سؤال من بعد؟ تفضلي يا بنتي تفضل. حتى لو أنا مش مستقبل قادر أستقبل الأسئلة رح أستقبل لأنه أسلوبها كثير حلو، كان ممكن أسألك سؤال من بعد إذنك. حلو. طيب يا الله، التسليم والجلوس في المكان المناسب. تعال نشوف احنا هيك ولا مش هيك. اول شيء ينبغي لمن يدخل المجلس ان يلقي تحية الاسلام على الحاضرين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حلو، تستأذنوا يعني وتسلموا على أهلها. بإيش نسلم عليهم؟ بالسلام عليكم تحية الإسلام. ما فيش إشي بنوب محلها، صباح الخير ومساء النور وكذا لا لا تسد مسد السلام عليكم، هذا لازم تعرفوه. بعد السلام عليكم بابا بتقول صباح الخير مساء النور صباح الورد كذا. ينبغي عليه أن يجلس في المكان المناسب، يجلس في المكان المناسب. وإذا طلب منه تغيير مكان جلوسه أن يستجيب. رحت عند ناس أهلا وسهلا بك، أهلا أهلا تفضلي، ورحت قعدت على كنباي معينة في مكان، قالوا لك لا إذا سمحت قومي من هذا المكان واجلسي في هذا المكان، عليك أن تستجيبي. ليش أستاذ؟ قد يكون ذلك لمصلحة متعلقة به أو بصاحب المكان تمام؟ يعني ممكن إذا قعدت على الكنباي هاي طيب أنا توقع في كل كنباي خصوصا بعد هالحجر هذا تمام؟ أكيد نزل وزنكم، تفهمين علي؟ خاف أنا تحفت في كل كنباي وإذا أنت واقعة بالأرض طيب ومكسرة. أو بصاحب المكان، مصلحة لصاحب المكان. ممكن إذا قعدت في هذا المكان فيكش في البيت وإنت معكش خبر فقومي غير مكانك. أو تقديرا إليك بيقعدوك في صدر المجلس، في صدر المجلس حق عليهم اللي بيقعدوك في مكان يعني بيجلس فيه الناس اللي لهم قيمة كبيرة ومكانة في قلوب أهل البيت. ينبغي أن يجلس في أقرب مكان فارغ. إذا كنت ولقيت مجموعة من النساء جالسات وكذا أقرب مكان فارغ واجلس فيه طيب. ولا يزاحم الجالسين في أماكن. بحزيلي أنت كمان، أنت بحزيلي وبدأ تجيك بنص الحصة بتيجي بدأ تجيب الكرسي اللي إلها وانت زيحة يا بنتي اقعدي عندك يا أستاذ أنا متعودة يا بابا عندنا حصة اقعدي عندك وبعد الحصة بتقعدي في المكان اللي انت متعودي عليه. بكره بدك تروحي على الجامعه، تفوتي على القاعه، تلقي بنت قاعده مكانك تقول لها امي بدي اقعد هذا المكان اللي انا كاتب اسمي على الدرج، تفقعك بالدرج وبتخلعك برا القاعه. او يتخطى رقابهم زي صلاه المسجد في صلاه الجمعه، قلنا هذا مكروه.
يقول الصحابة رضوان الله عليهم: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. إذا هذا الحديث يشير إلى التسليم والجلوس في المكان المناسب، أن يجلس في أقرب مكان فارغ. إذا دخل أحد مجلسا فلم يجد موضعا يجلس فيه فعلى الجالسين أن يفسحوا له. آها، أنا دخلت على مجلس، تمام، مثلا لما كنا نروح يا جماعة الخير على الحرم في مكة، إن شاء الله تعالى بتروحوا، أحيانا الواحد فينا لما يفوت بتصير في أزمة، فبصير يتحين أنه في مكان، وين في مكان ممكن أني أجلس حتى أصلي فيها الصلاة. فبتلاقي الناس اللي موجودين هناك اللي نفوسهم طيبة، بتلاقي هذا زح شوي وهذا زح شوي، بيقولوا تعال هون وبصلي. يقول الله عز وجل: شوفوا الأجر، يعني الله عز وجل شو له أجر هذا الذي بيفسح للناس في المجلس، شغلي ما بدها تكلفة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. شو النتيجة؟ يفسح الله لكم. أين يفسح الله؟ هنا. أين يفسح الله؟ نسأل الله عز وجل أن يكون في الجنة. تصوري شغلة بسيطة جدا، دخلت صاحبتك القاعة مليانة، ما في مكان تجلس فيه كذا، مع جابت الكرسي اللي إلها، القاعة مليانة، قلت لها تعالي زحي يا فلانة، زحي يا فلانة، تعالي تعالي دبري حالك هون. شو عندك كمان في التسليم والجلوس؟ من تمام الأدب أن يقوم الإنسان بتكريم أحد الداخلين إلى المجلس وإجلاسه في مكانه. أنا قاعد في مكان مرتب وحلو، فدخل أحد الجالسين، عالم، إنسان كبير، والدي، تمام، إنسان له قدر علي، إنسان بحبه، بقوله بكون مكاني. لا يا عمي والله غير تجلس مكاني، يا مرحبا وأهلا وسهلا فيك. إذا قام أحد الجالسين، هاي بتصير عندكم، هاي بتصير، ماليش دخل بتصير تقولي. إذا قام أحد الجالسين من مكانه لحاجة طارئة ورجع، فهو أحق بمجلسه الذي كان فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. ولا ماليش دخل، أنا إجيت لقيته فاضي، ولا أنا ما إلي دخل، أنا ما بعرف، أنت قمتي ورحتي، رحت على الحمام، رحت تشرب مي وجيت، شو ما مش عيني. ليش اقول لك تشيليها من شعرها؟ لا يا بابا، عيب، خلص، وقدم محل ثاني. لا ينبغي لمن حضر المجلس متاخرا ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. يا اخي انت بدهم مش يقعدوك معاهم، هن ملزقات، بدهم اياك تقعدي بيناتهم، بالخاوه بدك تحط رجلي هيك وتسحسري حالك وتقعدي بيناتهم، احنا ليش تبغي الدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. أو بس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجل، ما قال نساء أو فتيات، نفس الإشي، نفس الحكم. طب شكرا. فقد يوجد سبب ما أجلسهما بجانب بعضهما، بجوز كورنات قاعدات بحد بعض، رح تقعدي معاهن. يلا، مراعاة أدب الحوار والحديث في المجلس. أدب الحوار، حسن الاستماع للمتحدث من غير مقاطعة. عندي أداب الحوار والحديث، بكتب بالماوس أنا بهمش. طيب، الاستماع، حسن الاستماع، حسن ال... مش بس بستمع، خلص احكي احكي، أنا ليني بسامعك، خلص احكي اللي عندك أنت الثاني. لا يا بابا، في أدب، في حسن الاستماع من غير مقاطعة، كاستماع الطلبة لزميلهم أثناء حديثه أو مناقشة لمعلمهم. أحيانا بعض الطلاب عندهم هواية أنه ليش الطالب الفلاني سأل، بدنا نكسه، الطالب الفلاني حكى بدناش إياه يحكي، بدنا نطلع كلامه غلط، فبصيروا يتدخلوا بالحديث. أنا هيك موقف زي هيك مباشرة ما بسكت، وما برضى أنه بني آدم ينكس طالب من الطلاب سأل. أنا اللي بتولى الإجابة مش حضرتك، سألت زي ما إنك حق أنك تسأله إذا تسأل، سؤالها مش منطقي، مش أنا اللي بحكم عليه مش حضرتك. هذا الأصل بابا، الانتباه والاهتمام بالمتحدث من غير انشغال. إذا أول شيء حكينا حسن الاستماع، طيب، اثنين الانتباه من غير انشغال بشيء بالهاتف مثلا، ولا يستأثر بعضهم بالحديث.
هاي يعني بعض الناس خلاص عنده ثقة زايدة كثير بنفسه بحيث انه لا يثق بكلام الاخرين، واللي بده ياخذ الحديث كله والنقاش كله داخل الحصة وداخل المجلس. لا، اعطي مجال لغيرك للحديث. تترأسش دائما جلسات الحديث يمين وشمال وانت بدك تتكلم، واختار نبرة الصوت تكون هادية مناسبة، ترفعي صوتك بدون سبب. يا اخي واحد خالفك بالرأي، احترم رأيه، لا تسفه آراء الآخرين تستهزئ فيها. خذ لك شو بيحكي كلام سخيف، خذ لك الكلام اللي بيحكي والله ولد صغير ما حكى، هذا ما بيطلع لك، ما بيطلع لك، ما إله، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. حاضر أستاذ. ختم المجلس بالدعاء. طبعا يا جماعة الخير، هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، طيب، يقوله الجالسون عند ختام المجلس، لما خلاص بدنا نقوم بدنا نطلع نروح. هذا الدعاء له أثر جميل جدا، أنه الله عز وجل يمحو به ما وقع في مجلسه من خطأ، بس هذا مش معناته أني أقعد أنا أغلط بالناس وأستغيب بالناس، بالأخير بحكي هذا الدعاء وبطلع. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا الشيء عشان إحنا نستغيب ونأخذ راحتنا بأكل لحوم العباد وبالأخير نقول يلا وإحنا بنحكي الدعاء، لا، لكن احفظوا هذا الدعاء يا بابا، هذا دعاء ختم المجلس. طيب، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه يعني خطأه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك هي الدعاء، احفظ الهون: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هي الدعاء. طيب، هذا هو الدعاء. إذن احفظي معي اللي أنا حطيت عليه. ننزل شوي. الضوابط الشرعية للمجلس. للمجالس ضوابط شرعية. أول شيء أن يكون في المباحات، فلا تكون المجالس في معصية أو بهدف إيذاء أحد أو التآمر عليه. إذن الضوابط الشرعية أول شيء في المباحات، خلصناها. ولا تكون بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية. هي أستاذة لو تيجي تتفرج على المجالس اللي إحنا بنقعد فيها، والله إلا أقول لك إلا طخنا لو معك. لا يا بابا، ما بصير، لازم تكون مباحات، ما فيش فيها لا غيبة ولا نميمة ولا فيها كلام سخيف واستهزاء بالناس وتآمر على فلاني وفلان، بدنا نخلط ونقرب عليها وبدنا نعمل كذا. يي تفرجي كيف شكلها، يي تفرجي شوف خطيبها مش حلو، والله لو اجاكي لخدتي. على المسلم ان يراعي الاحكام الشرعيه المتعلقه بالطعام والشراب واللباس وغض البصر وحفظ العورات يا بابا. اذا يراعي الاحكام الشرعيه. في الأكل والشرب، كل بيمينك وكل مما يليك، اشرب بيمينك، البس اللباس الساتر اللي أمرنا فيه الإسلام، غض البصر وانت في هذا المجلس. طيب، يجب على المسلم حفظ أسرار المجلس، أسرار المجلس، ولا يفشيها، ولا يفشيها. القيم والدروس المستفادة، أراعي آداب المجالس، ألتزم أحكام المجالس، أتمثل آداب الحوار والحديث في المجالس، كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا. وبذلك نكون أنهينا هذا الدرس، وعلى أمل اللقاء بكنا إن شاء الله تعالى في لقاء آخر. هذا محدثكم الدكتور محمد أبو العسل، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.